يبدو أن للكلاب في أستراليا نصيب من الفن والموسيقى. مئات من الأستراليين اصطحبوا كلابهم إلى ساحة دار الأوبرا الشهيرة في سيدني للمشاركة في حفل موسيقي مخصص للكلاب. كلبي يحب موسيقى الجاز. نعم الجاز. أعتقد أن هذا يفضل الموسيقى الكلاسيكية. الحفل كان فكرة هذه المرأة لوري أندرسون، فهي التي ألفت ولحنت معزوفة خاصة للكلاب، وتعتقد أنها ستنال إعجاب هذه الحيوانات الأليفة. فكرت بأنه أمر ممتع أن نعزف موسيقى تكون مخصصة للكلاب، أن ترى المئات من الكلاب تستمتع بتلك الألحان. نعم لم لا، الأمر تحقق والجميع سعيد بذلك. الموسيقى التي تم عزفها وبحسب المنظمين لها تأثير خاص على الكلاب. بعضها يضم موجات إلكترونية ذات ترددات لا يمكن أن يسمعها البشر، وبعضها عزف على نغمات مرتفعة جدا استمتع بها جميع الحاضرين. الموسيقيون عزفوا الألحان على ترددات مختلفة، بعضها يمكن أن يسمعها الإنسان والآخر فقط مخصص لنطاق السمع لدى الحيوان. لكن مهما اختلفت أنواع تلك الموسيقى، يبدو أن الحفل كان مصدر سعادة لكل من حضره، وخاصة للكلاب الذين وجدوا فيه مكانا للتعارف واللعب. نسيم رمضان، بي بي سي.